البروتجيز هو البرنامج الإرشادي الأول في الشرق الأوسط. البروتجيز مو فقط عبارة عن دورات وأنشطة، وهذا شيء اللي يميزه عن باقي البرامج. أنا سجلت في هالبرنامج لأني حاب أتغير، حاب أظهر بأفضل نسخة حق نفسي، حاب أصقل العديد من المهارات في شخصيتي. هو عبارة عن برنامج إرشادي، يعني في عدد من المرشدين، في ما يقارب 8 مرشدين، كل واحد مختص في مجال معين. المرشدين يكونون مع الطلبة طول فترة الرحلة داخل الكويت وخارج الكويت لمدة شهر ونص. تعلمت من البروتجيز أنه أنظم وقتي وأقدر أهمية الوقت وحتى اللحظات الصغيرة. قبل 6 أسابيع من اليوم لما دخلت كان هدفي أني أتخالط مع ناس لهم اهتمامات مختلفة تماماً عن اهتماماتي واكتسب منهم مهارات، لكن اليوم أنا أيقنت أن أنا اكتسبت عائلة، وعلى كثر البرامج اللي أنا جربتها ما أثر بحياتي بهالطريقة كثر البروتجيز. ممكن اللي يميزه اللحظات الصغيرة اللي تخلق لك ذكرى مدى الحياة. البيئة اللي احنا فيها بيئة وايد تحفزنا وتحمسنا ان احنا نظهر اكثر ما عندنا. يعني قبل انا ما كنت اقدر اقول رايي لما نكون في مجموعة كبيرة، الحين اقدر اقول رايي بكل طلاقة بدون ما اتخوف من ردود فعل الناس. صرت اقدر اتكلم قدام العديد من الناس بكل طلاقة وحرية. من خلال مشاركاتي ومن فعاليات تعلمت انه اتعامل مع جميع الناس اللي بالبروتجيز واسمع ارائهم واحترمهم، وعلمني كمان اشي كتير مهم اللي هو الثقة بالنفس، وأنه أفهم الناس وجهة نظري بطريقة منيحة وأقنعهم بأنا شو بآمن فيه. الشرط الوحيد للبرنامج اللي هو العمر، عمر من 16 إلى 24 سنة، ما في أي شروط ثانية نهائياً، ما في شرط يخص الجنسية ولا شرط يخص الشهادة أو أي أمور ثانية معينة. المدة الزمنية للبرنامج هي 6 أسابيع، غالباً 4 أسابيع منها تكون في الكويت وأسبوعين خارج الكويت. هذه المدة الأساسية للمحاضرات ورش العمل والدورات وجميع الأنشطة. بعد 6 أسابيع الطلبة يفكرون بمشروع معين، المشروع هذا هم اللي يفكرون فيه بالكامل، هم اللي يطبقونه وينفذونه. طريقة الالتحاق في البرنامج تكون عن طريق التقديم أونلاين، غالباً البرنامج يبطل قبلها بسنة، فالحين حق الجيل الثامن موجود تسجيل من الحين. يتم الدخول على موقع البرنامج اللي هو theprotegees.org، في استمارة يتم تعبئتها، يذكر في اسمه، عمره، اهتماماته. بروتجيز هو البيئة الإيجابية اللي يحتاجها أي شاب وشابة لاكتشاف ذاته وتطوير مهاراته واعتماده على نفسه، سواء من خلال المحاضرات اللي خذناها في الكويت أو الأنشطة اللي كانت برا الكويت. فترة وجودي في هال6 أسابيع وفترة عملنا للمشروع الحين، أنا ما تعرفت على أصدقاء بس، تعرفت على عائلة جديدة اللي هي عائلة البروتجيز.